مستر ناصر اور ذا نيك ستار خو عدنان زيزو مروان فلو كيو تراكس يا هكذا بدات القصه ديالي انا والنيكوتين بعد ما كنت عايش في حياتي عادي هادي سنين نحكي كيف وقع وغرقت دوامه التدخين كيف جروني صحابي وصبحت واحد من المجرفين وباقي ثابت الاول نهار شدي تقرو ما كنت خوفا من حد القرو في يدي وكاع ما سترو اول جبدة او حسيت براسي راجل ما عرفتي باللي هادي بدايه الانتحار بالسلم القاتل تا واحد ممنعني ولا قالي شنو كدير حيت كنت انا الفريسه وكاع ما محتاج التفسير حيت صحابي شافوا فيا الفلوس وديما نخلص وركت حاسب ليلة بغيتي تكون راجل خاصك تتفلس دازت ايام وشهور وسنين وصباحت مبلي كنشوف راسي نسخة قاع ما بقيت انا الاصلي معرفت بلي الملاك صاحب الرداء الابيض غادي يقلب لي حياتي كاملة سواد في سواد هنا ندخل نضر ديما معطل فيا الريحة الدخان ما نهضر حد نمشي نتمد في موطي زربان كل نهار كانوا كيزيدوا يشكوا فيا في الدار كل نهار برقاق جديد كان كيجي وصل شي اخبار وليد ما تاق بكلام الناس حتى شافني فاص مع ولاد السوق مجموع محشج مرفوع تصدم حيت شاف ابنو الاكسد هذاك اللي كان بيه يحلم حس بالفشل تقهر مقدر معي يتكلم معرفتي ذاك النهار غادي تقوى دعلي الظروف تخصموا معايا في الدار الوليد قطع عليا المصروف يجيني المون وراسي حق بحشي حمق بلا قرنطوف وصحابي اللي بلوني مشاو خلوني بوحدي اكل متلوف وليت ممسوخ وليت حالتي حالة وليت اي كبير واي صغير غير مزالة ندمت وتمنيت نرجع اللور وخاسين وهذه هي القصة ديالي مع النيكوتين This is my story about the nicotine. Yo.